تحافظ دولة الإمارات على مكانتها المتقدمة بين أكثر الاقتصادات العالمية تطوراً منذ العام 2006 في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يضعها في المرحلة الثالثة من التطور الاقتصادي، وتضم الاقتصادات التي تجمع بين الكفاءة والابتكار. ويصنف تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2014 الإمارات في مرحلة متقدمة من التطور الاقتصادي الجامع بين المعرفة والابتكار. في حلقة اليوم من برنامج حكومة ذكية سننقلكم إلى إحدى الجهات الحكومية التي تمكنت من العمل وفق أحدث التقنيات والتكنولوجيات لتحقق أعلى مستويات الرضا للجمهور، وللتعرف على هذه الجهة وعلى جميع فقراتنا ابقوا معنا. تشاهدون في هذه الحلقة بطاقة تعريفية عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مقابلة مع سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي. بطاقتنا التعريفية لهذه الحلقة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهي الإدارة التي تميزت في الأداء وإنجاز المعاملات، إضافة إلى تمكنها من الوصول إلى المراتب الأولى في نسبة التوطين بإدارتها المختلفة. كما اعتمدت الأنظمة الذكية وأتمتت أغلب الإجراءات والعمليات المرتبطة بمعاملاتها. المزيد عن هذه الإدارة في هذه الورقة. بطاقة تعريفية. تجدد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رؤيتها كلما زاد تطورها، باحثة عن التحديث المستمر بغية تقديم الأفضل لمتعامليها. فهي تسعى خلال السنة القادمة أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دول العالم أمناً وسلامة، وتعمل بجد وبكفاءة عالية لتعزيز جودة الحياة للمجتمع. ومن أجل إسعاد الناس تقدم الإدارة خدمات متميزة وسريعة في مجال الجنسية والإقامة والمنافذ. تأسست الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في شهر أكتوبر من عام 1971، وبأمر من المغفور له بإذن الله سمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، تم افتتاح وتأسيس دائرتين، هما دائرة الهجرة المركزية ودائرة الموانئ والحدود. وفي العام التالي مباشرة تم ضم الدائرتين إلى وزارة الداخلية، وصدر القانون الاتحادي رقم 17 بشأن الجنسية وجوازات السفر. وفي عام 1973 صدر القانون الاتحادي رقم 6 بشأن الهجرة والإقامة، وهو القانون الأول الذي ينظم عملية الدخول والإقامة لدولة الإمارات. وأصبحت الإدارة المركزية المشرفة على تطبيق قوانين الجنسية والإقامة وجوازات السفر وتأشيرات الدخول والإقامة في الدولة، وتم الانتقال إلى مبنى جديد. في عام 1977 تم دمج الدائرتين لتضم إدارة الجنسية والإقامة في دبي عدة قطاعات تندرج تحتها إدارات وأقسام مختلفة. وافتتحت الإدارة 21 مركزاً وقسماً خارجياً في مناطق مختلفة في إمارة دبي ومراكز التسوق الرئيسية، وذلك لتسهيل الأمور على المتعاملين. كما تقدم الدائرة خدماتها للمواطن والزائر والمقيم ولكل المؤسسات والهيئات الحكومية والدبلوماسية وغير الحكومية، وتوفر العديد من الخدمات الإلكترونية المبتكرة لتسهيل معاملاتهم. لإدارة الجنسية والإقامة في دبي طابع خاص، فهي دائرة اتحادية تتبع وزارة الداخلية، وبنفس الوقت لها طابع محلي وتضم عسكريين ومدنيين محليين واتحاديين. وفي أكتوبر 2009 صدر قرار وزارة الداخلية بتغيير جميع مسميات إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة، وأصبح المسمى الجديد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. مقابلة حلقة اليوم مع سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهو الشخصية
التي تؤمن بالحوار بين القائد وفريق عمله لتحقيق التقدم، ويؤكد في كل المناسبات والمحافل على التميز والعمل المتواصل لتحقيق سعادة الموظف والمتعامل. المزيد عن هذه الشخصية في هذه المقابلة. مقابلة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تقوم بخدمات كل المقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة من هم مقيمين في مدينة دبي. الخدمات تتمثل في بالنسبة للمواطنين والمقيمين، المواطنين بالنسبة لجوازات السفر، خلاصات القيد، إضافات مواليد، كل ما يتعلق بالمواطن وعلاقته بالدولة. نرجع إلى المقيم بشأن إصدارات أذونات الدخول، تمديدات أذونات الدخول، إصدار الإقامات وتجديد الإقامات، وكل ما يتعلق بالمقيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة قانونية، ويعني من خلالها يستطيع العمل، من خلالها يستطيع العيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. في الحقيقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لها دور كبير وفعال في تنمية الاقتصاد، في ازدهار التجارة، في تعزيز السياحة، مع كل الدوائر ذات العلاقة. لا يقتصر فقط العمل أن إصدار تأشيرة وتجديد تأشيرة وغير ذلك، كذلك لها دور كبير في تعزيز الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن في الحقيقة عندها المساهمة الكبرى مع الشرطة، ممثلة في شرطة دبي بالنسبة لمدينة دبي، في التعاون المشترك لكل ما هو يساهم في تعزيز الأمن والأمان في الدولة. نحن في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي سباقون في تقديم الخدمات الإلكترونية بشأن تقديم التأشيرات، تجديد التأشيرات، تجديد الإقامات وما شابه ذلك. اليوم نحن لما وصلنا إلى مرحلة التطبيقات الذكية عبر الهواتف الذكية، فاليوم ولله الحمد أيضا بالنسبة للشركات استمرت العملية إلكترونية، وبالنسبة للأفراد جميع إجراءات الأفراد تحولت على الهواتف الذكية. أيضا بالنسبة للمواطنين نرجع ونقول تجديد جوازات السفر أيضا تتم عن طريق الهاتف. بالنسبة للمقيمين إصدارات تأشيرات، تجديد تأشيرات، تمديد تأشيرات، تجديد إقامات، استعلام عن المكفولين، تواصل مع المدير العام. عندنا خاصية نحن ممكن أي مقيم على أرض دولة الإمارات يتواصل سواء عبر الموقع أو عن طريق الهواتف مع المدير العام، التطبيق موجود ومنزل. وكل ما يخدم اليوم لله الحمد لله تقريبا وصلنا 100% تقريبا خدماتنا، وهذا يعتبر إنجاز في الحقيقة. من أولوياتنا نحن تعزيز الأمن والأمان، يعني هذه في خططنا الاستراتيجية، لأن نحن جهة تضبط المنافذ سواء البحرية أو البرية، تضبط عملية المقيمين اللي صدرت لهم إقامات من خلال مدينة دبي، تنظم عملية إصدارات أذونات الدخول ومدة المكوث داخل الدولة وأثناء المغادرة وما شابه ذلك. أيضا كل واحد بيدخل عبر أي منفذ من المنافذ لابد أن يمر بإجراءات تدقيق، فموظفين الجوازات اللي موجودين عبر المطارات أو الموانئ أو الموانئ البرية سواء بحرية أو برية، فهم الواجهة الأولى لاستقبال أي قادم للدولة أو أي زار. سواء نحن في الحقيقة نبدأ بالاستقبال كأننا نحن نوازن ما بين الخدمة والأمن، وهذه معادلة في الحقيقة صعبة، ولكن لله الحمد موظفين قادرين على أن يعملون هذا الموازنة بابتسامة تستطيع أن تتحقق من مصداقية وثيقة السفر الموجودة، بابتسامة في وجه المسافر بالحديث معه، وأنت في نفس الوقت أيضا تدقق
بدون شعور. تعزيز ثقة المتعاملين والجمهور، هذا مهم جدا، أن المتعامل مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب يقتنع تمام الاقتناع ويكون راضي تمام الرضا. واليوم نحن في مرحلة السعادة، أن الجهة التي يتعامل معها أو الموظف الذي يتعامل معه فهو ملم بالقانون بالإجراءات بأيضا أسلوب التعامل مع هذا الإنسان، لأنك أنت إذا ما صار بينك وبين المتعامل أو ما بين الموظف اللي يقدم لك الخدمة ارتياح، أنت ما عندك استعداد أنك ترجع مرة ثانية وتقدم الخدمة بسهولة ويسر. فتعزيز الثقة مهم جدا جدا. أيضا عندنا نحن الاستفادة المثلى من المعلومات المقدمة والاقتراحات وما شابه ذلك. يجب علينا أن أي معلومة تجيك، أي ملاحظة تجيك، أي اقتراح تجيك، يجب عليك أن تأخذ بعين الاعتبار ما مين ما كان الشخص هذا، لأنك أنت من هذه المعلومة قد تبني مشروع، قد تصل بتحقيق أهداف أنت لم يعني تدخل في مخيلتك. لكن لما تجيك من قبل متعامل أو من قبل سواء أيضا موظف، فيجب عليك أنك الاهتمام به. تقديم خدماتنا بما يرضي هذا الإنسان المتعامل من خلال خدمة متميزة شفافية، ثقة ما بينك أنت وما بين هذا الإنسان اللي وصل للدائرة ويتعاملوا. هذه نحن أهم أهدافنا اللي تتمحور في خدماتنا مع الجمهور. أطلقت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بدبي مجموعة من الخدمات والتطبيقات الذكية المفيدة للوافدين والسياح والمواطنين على حد سواء، حيث تمكن منصاتها الذكية المستخدمين من الاستفسار عن طلبات تأشيرات الدخول والإقامة والتقدم للحصول على طلب تمديد التأشيرة، كما يساعد المواطنين على تجديد جوازات السفر في زمن قياسي. المزيد عن هذا الموضوع نتابعه في فقرة التطبيقات الذكية. تطبيقات. بالتطبيق الذكي لخدمات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، لتحميل التطبيق قم بزيارة أي من متاجر التطبيقات والبحث باستخدام كلمة البحث GDRFA دبي. تحتوي القائمة الرئيسية على روابط جميع الخدمات الذكية، ومنها الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات والتي تحتاج إلى تسجيل، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن تأشيرة الدخول وإطلاع المتعامل على خارطة المراكز الخارجية وتحديد أقربها، وأيضا على خدمات سيارة آمر، حيث يقوم التطبيق بتحديد موقع المتعامل ومن ثم إظهار أقرب مركز خارجي إليه، فضلا عن طلب تمديد تأشيرة الدخول عند الوصول ومكتبة الوسائط ومستند توضيحي لكيفية استخدام التطبيق الذكي خطوة بخطوة وطرق الاتصال بإقامة دبي. ولتسجيل الأفراد في التطبيق الذكي عليهم إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، ليستلم المشترك رسالة قصيرة فورية فيها كلمة سر الدخول ويتمكن من بعدها إلى الدخول إلى التطبيق الذكي. يمتاز التطبيق الذكي بعرض الإقامات وأذونات الدخول للمسجل وإن كانت منتهية الصلاحية أو قاربت على الانتهاء أو تلك المنجزة أو قيد الإنجاز. كما يحتوي الملف الشخصي على بيانات المستخدم وإمكانية إنتاج الباركود لتمكين المستخدم من استخدام البوابة الذكية عند الوصول إلى مطارات دبي، كما يمكن للمستخدم إرفاق المستندات المطلوبة للخدمات الذكية. ويستفيد الفرد من استخدام التطبيق الذكي في توفير الوقت والجهد والمال، فضلا عن المشاركة في تقليل انبعاثات الكربون من جراء استخدام وسائل النقل العام لإنجاز المعاملات بالطريقة التقليدية. كما يوفر التطبيق الذكي بوابة دفع ذكية لتسديد رسوم الخدمات الذكية المقدمة من إقامة دبي عن طريق الهاتف، وذلك من خلال اختيار طريقة الدفع التي تناسبهم وسدادها فورا دون الحاجة إلى زيارة أي من مراكز الإدارة العامة.
كما يمكن للمؤسسات الاستفادة من جميع الخدمات الذكية المقدمة عن طريق التطبيق الذكي.